ميار مصطفى، السؤال الرابع والأخير. جوكر، يا سلام يا سلام، أخيرا الحظ يبتسم لجامعة بنها. إجابة غلط. مش ممكن بجد. تعبوا تتسألوا فيه؟ قدرات. قدرات زينية. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلات نقطة؟ قدرات زينية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 14 زائد 15 في 3 ناقص 25 يساوي كام؟ 14 زائد 15 في 3 ناقص 25 34. 34 يا أميرة، إجابة صحيحة. 30 نقطة لجامعة بنها، النتيجة 80 جامعة بنها، 125 جامعة طنطا. جامعة بنها هارلك، أنا رأيي إنه مش يومكم النهاردة. آه والله، في 50 نقطة ضاعوا. آه، في نقط كتير طارت منكم. يعني بغض النظر عن إن أنتوا ودعتوا البطولة، كان لازم يبقى عندكم سكور أفضل من كده. صح ولا غلط؟ صح. أميرة رجب، بالإجابة دي أنت أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب65. جامعة طنطا اتأهلتوا كتاني المجموعة الرابعة، 6 نقط و415 نقطة إجابات صحيحة. جامعة كفر الشيخ في الصدارة، 6 نقط و425 نقطة إجابات صحيحة.